سأستاذ زيد شريك في الحوار الوطني كما أكد
اختلال التوازن المالي والاقتصادي ومن بينها اصلاح الجباية، في حين ان البرنامج اهمل اصلاح الجباية، واخيرا بلغنا انهم سيدرجون مسألة التهرب الجبائي. ولهذا نحن وقع الاتصال بنا على اساس ان تقع المشاركة ايضا، ولكن يعني اشترطنا ان لا نشارك في هذا الحوار الا بعد ان تشارك فيه عديد الاطراف وبعد ان يقع ابدال مضمونه في التشاور مع الاطراف المشاركة، لانه مش معقول ان الحوار وطني مؤتمر وطني يقع فرض معناها المحاور و يعني سبب ان يكون تشاركيا. المنوال التنموي في بلادنا معتل يشكو من مواطن عيلة من عديدة. أكدت التجربة قصورة عن معالجة مشاكل التشغيل وعدم التوازن بين الجهات والفئات وغياب الحوكمة الرشيدة. بطبيعة الحال سوف أترك للخبراء التأكيد على هذا. مسعود يريد منا أن لا نخوض في محاور يعني الحوار الوطني. أريد أن أؤكد فقط بأننا كمناضلين حقوقيين سنتصدى دوما إلى الإملاءات الخارجية، وسنتصدى دوما إلى القرارات التي تضرب القدر الشرعي للمواطن، وإلى القرارات التي لا تؤسس إلى عدالة اجتماعية وإلى توازن بين الجهات والفئات. نريد من منوال تنموي أن يجعل من الشريط الغربي من شماله إلى جنوبه منطقة متقدمة تقطع مع التخلف، تؤسس لأنه لا يمكن لبلادنا أن تنهض بشريط غربي معتل. نحن لسنا ضد الجهات، لكن نريد الآن العدالة بين الجهات والفئات. أشكركم وأتمنى لمؤتمركم النجاح، وإن غدا لنظيره قريب. شكرا أستاذ.